توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تتأثر البلاد بأمطار متفرقة على بعض المناطق تصحبها رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 8 إلى 32 كيلومتر بالساعة. وقالت الإدارة إن الحالة المطرية مستمرة مع توقعات بأن تقل فرص الأمطار وكميات السحب تدريجيا مع فرص لتشكل الضباب على بعض المناطق تنخفض معه الرؤية الأفقية لتصل إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق.